أهلا بكم إلى نشرة الثامنة نستهلها بالعناوين. ممثلا عن السيد الرئيس الحمد الله يشارك في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اسطنبول هذا اليوم. وزراء الخارجية العرب يكلفون الأمانة العامة بإعداد خطة لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال. في الجمعة الأولى في رمضان الاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قدم فيه التعازي بشهداء أبناء شعبنا الذين ارتقوا برصاص الاحتلال. وجرى خلال الاتصال الاطمئنان على صحة سيادته بعد العملية الجراحية الناجحة التي أجراها قبل عدة أيام في الأذن الوسطى. وتبادل سيادته والعهد الأردني التهانية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا للرئيس موفور الصحة والعافية. استقبل السيد الرئيس محمود عباس مقر الرئاسة في مدينة رام الله محافظ سلطة النقد عزام الشوى، وأهدى الشوى سيادته جائزة وسام الاتحاد الذهبي للإنجاز التي حصل عليها من اتحاد المصارف العربية تقديرا لدعم سيادته الكبير والمتواصل للقطاع المصرفي الفلسطيني ولعمل سلطة النقد. وأشاد سيادته بحصول فلسطين على هذه الجائزة القيمة من اتحاد المصارف العربية، مؤكدا على أهميتها في مدى استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وقدرته على الإبداع والتميز ومواجهة كل الظروف. وقال الشوى إن الحصول على هذه الجائزة من اتحاد المصارف العربية يعكس مدى استقرار النظام المصرفي الفلسطيني والثقة الكبيرة به، ما يشجع المستثمرين على المشاركة بالاقتصاد الفلسطيني والاستفادة من المميزات الكثيرة التي يمنحها للمستثمر. في موضوع آخر، يشارك رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله نيابة عن السيد الرئيس محمود عباس في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول هذا اليوم لبحث انتهاكات الاحتلال الخطيرة في فلسطين وتداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة. ويأتي انعقاد المؤتمر بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيلتقي عددا من رؤساء الوزراء وقادة الدول العربية والإسلامية للوقوف على تصعيد الاحتلال وانتهاكات جيشه بحق أبناء شعبنا وتداعيات نقل السفارة الأمريكية. كلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة متكاملة لمواجهة قرار أمريكا أو أي دولة أخرى تنوي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال أو نقل سفارتها إليها، وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها. وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيث في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع أن وزراء الخارجية العرب كلفوا في ختام اجتماعهم الطارئ الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في جرائم الاحتلال بحق شعبنا. بيسعى للتحرك للمجتمع الدولي في كافة جوانبه سواء في مجلس الأمن أو في مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي أنا أعتقد وبعد الاستماع لكلمات الوفود أن هناك تأكيد على رفض الموقف الأمريكي، الاستمرار في وصفه بأنه غير مشروع وغير قانوني، ومتاح الآن أمام الدول العربية إجراءات تجاه جمهورية غواتيمالا. الليلة سوف يتلقى الوفد الجامعة والمجموعة العربية في نيويورك هذا القرار، وعلى أساس هذا القرار سوف تتحرك المجموعة العربية وفورا لتنفيذ الكثير من المحاور والعناصر التي وصلت أو التي طرحت في هذا القرار.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأولى لها وللعالم العربي والإسلامي، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يشكك في موقف المملكة العربية السعودية الداعم تماما للقضية الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود. المملكة العربية السعودية تنظر القضية الفلسطينية أنها القضية الأولى للمملكة العربية السعودية، القضية الأولى للعالم العربي، والقضية الأولى للعالم الإسلامي. لا أحد يستطيع أن يشك في موقف المملكة الداعم تماما للقضية الفلسطينية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، والمملكة تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني. المملكة قدمت للشعب الفلسطيني فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، المساعدات السياسية، الدعم الدبلوماسي أكثر مما قدمته أي دول أخرى، فلا أحد يستطيع أن يساوم على موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية أو حرصها والتزامها تجاه فلسطين وتجاه القدس. جدد وزير الخارجية رياض المالكي التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، ودعا المالكي في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب إلى تطبيق كافة القرارات الصادرة عن القمم العربية والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وبذل كل جهد ممكن من أجل تعزيز صمود شعبنا، مطالبا الدول العربية باستدعاء سفراء لدى واشنطن للتشاور بعد قيام أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة. في هذا الوقت بالذات نرى ضرورة الالتزام بقرارات القمم العربية بما فيها قرار قمة عمان في عام 1980 الذي دعا لقطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفاراتها للقدس، ذلك رغم تفهمنا لتطورات العلاقات العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية وتشابكها، فليس هناك من ضير أن يتم استدعاء جماعي لسفراء الدول العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور ولإظهار الامتعاض العربي من الانحياز الأمريكي للاحتلال كحد أدنى. وشكر المالكي المملكة العربية السعودية على جهودها الدائمة في دعم حقوق شعبنا. قدم بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على دعوتها لعقد هذه الجلسة الطارئة لمجلس جامع الدول العربية على المستوى الوزاري، تعبيرا عن وقوف خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله بشكل دائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة. كما اسمحوا لي واسم دولة فلسطين أن أشكركم لتلبيتكم السريعة لهذه الدعوة ولوقوفكم الدائم إلى جانب قضايا شعبنا في المحافل والساحات كافة. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيظ أن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس المحتلة باطل ومنعدم ولا أثر قانوني له، وهو مرفوض دوليا وعربيا. إننا نعاود التأكيد على أن القرار الأمريكي باطل ومنعدم ولا أثر قانونيا له، وهو مرفوض دوليا وعربيا رسميا وشعبيا الآن وفي المستقبل، ونشدد على أن هذا القرار غير المسؤول، يدخل المنطقة في حالة من التوتر ويشعر العرب جميعا بانحياز الطرف الأمريكي بصورة فجة لمواقف دولة الاحتلال. بدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن نقل أي سفارة إلى القدس إجراء غير قانوني ولا يسقط حقوق الشعب الفلسطيني. إن نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع بطبيعة الحال أن يسقط حق الشعب الفلسطيني الأصيل وغير قابل للتصرف في أراضيه. من جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة دون تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القرارات الأمريكية بشأن القدس خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية. رحم الله شهداء فلسطين التي كانت وستظل قضيتنا المركزية الأولى. لا سلامة ولا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون حلها بما يلبي حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش في وطنه حرا مستقلا متحررا من الاحتلال وشروره وظلمه. والقدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية، هذه هي الحقيقة التي يجسدها التاريخ ويحميها صمود الفلسطينيين وثباتهم على أرضهم
حقيقة تتكسر أمامها كل محاولات تزييف التاريخ وسرقة الوطن والهوية. لا يمكن أن تظل إسرائيل تقتل الأبرياء وتصادر الأراضي وتبني المستوطنات وتتخذ الإجراءات الوحادية التي تستهدف طمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة وتقوض حل الدولتين سبيل السلام الشامل الوحيد من دون موقف وفعل دوليين رادعين. يعقد مجلس حقوق الإنسان اليوم جلسة خاصة حول المجزرة الجديدة التي تعرض لها أبناء شعبنا على يد قوات الاحتلال، وكانت 26 دولة عبرت عن دعمها لمقترح عقد الجلسة الخاصة التي تقدمت به فلسطين والإمارات العربية المتحدة لمناقشة تردي أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، ودعمت تركيا مقترح عقد الجلسة بصفتها مراقب، كما دعمت بلدان غير إسلامية أعضاء بالمجلس للمقترح وهي الإكوادور وبنما وجنوب أفريقيا وفنزويلا. أدانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا قتل جيش الاحتلال 61 مواطنا خلال قمعها للمسيرات التي خرجت تنديدا بنقل السفارة الأمريكية للقدس وإحياء لذكرى النكبة. وقالت الإسكوا في بيان لها إن استخدام جنود الاحتلال الرصاص الحي ضد المتظاهرين العزل هو انتهاك متجدد للقانون الدولي الإنساني واستهتار بأرواح المدنيين وكرامتهم من جانب جيش الاحتلال. في موقف دراماتيكي يعبر عن فشل وسقوط المزايدات والعمل العبثي، أعلن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار تبني حركته لأسلوب المقاومة الشعبية السلمية كخيار استراتيجي وحيد. جاء ذلك في لقاء للسنوار مع قناة الجزيرة القطرية. نحن نؤكد أننا كشعب فلسطيني، كفصائل مقاومة وكحركة حماس سنواصل في هذا المسار، مسار المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة آلة البطش التي يمتلكها الاحتلال الإسرائيلي، وسنبذل كل ما نستطيع لئلا تنزلق هذه المسيرات إلى العمل العسكري المسلح. نؤكد على حقيقة بأنه الظروف البيئية الاستراتيجية التي تحيط بالقضية الفلسطينية غاية في الصعوبة والتعقيد على مستوى الظروف الدولية وعلى مستوى الظروف الإقليمية وعلى مستوى الظروف المحلية. نحن نعيش ظرف دولي بيئة استراتيجية دولية في غاية الصعوبة والتعقيد. لا نريد أن تنزلق الأمور إلى مواجهة عسكرية مسلحة. وحين انطلقت حركة حماس انطلقت بمسار المقاومة الشعبية. واعتبر السنوار تخلي العديد من الشبان عن العمل المسلح في قطاع غزة دليلا على صوابية منهج المسار الشعبي السلمي في هذه المرحلة. نحن نقول بأنه هؤلاء الشبان وهؤلاء الرجال كانوا يستطيعون أن يلجأوا إلى خيار آخر، كانوا يستطيعون أن يمطروا مدن هذا الاحتلال بآلاف الصواريخ لحظة افتتاح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس، ولكنهم لم يختاروا هذا الطريق. الكثيرون منهم خلعوا بالذاتهم العسكرية ووضعوا سلاحهم جانبا وانطلقوا إلى هذه الوسيلة الحضارية الرائعة التي يحترمها العالم والتي تناسب هذا الظرف. وفي اعتراف متأخر بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة بين حماس وإسرائيل، أكد السنوار وجود هذه الاتصالات مهددا بالعودة إلى العمل العسكري لكسر الحصار حينا والتدارع حينا آخر بالظروف الذاتية والموضوعية التي لا تناسب هذا الخيار. موضوع شكل مقاومة الاحتلال تختلف من فترة لفترة وفقا لظروف ذاتية وموضوعية. نحن خلال الفترة الماضية أوصلنا رسائل واضحة مع العديد من الجهات الدولية والإقليمية لقادة الاحتلال بأنه إذا استمر هذا الحصار فإننا لن نتوانى عن استخدام القوة العسكرية في كسر هذا الحصار. في مهرجان جماهيري حاشد نظمته حركة فتح، أحيت جماهير شعبنا في مخيمات اللجوء في لبنان ذكرى النكبة، مؤكدة اصطفافها خلف القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس في التصدي لكافة المؤامرات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
أقرب محطة للعودة توجهوا إليها ورفعوا صوتهم بوجه الاحتلال. لا لمخططاتك، لا لاغتصابك أرضنا، قدرنا نصنعه بأيدينا. هو مهرجان مركزي نظمته حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في مخيم الرشيدي، أقرب المخيمات جغرافياً إلى الحدود، تلك المخيمات الساهرة على الثوابت الوطنية والمتمسك أهلها بحق عودتهم. وحدتنا الوطنية والتي تكرست خلال الأعوام الماضية على الأرض واقعاً حقيقياً، استطعنا أن نحمي مخيماتنا واستطعنا أن نحمي أيضاً الجوار، فلنعمل سوياً ومعاً ولنبقى هكذا كما نحن نحمي مخيماتنا، لنا بوصلة واحدة وهي فلسطين. المهرجان الجماهيري الكبير شدد على رفض سلب الفلسطينيين قدسهم وأكد التشبث بمنظمة التحرير بيتاً للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. حركة فتح في لبنان ثمنت مواقف سيادة الرئيس في هذا السياق، مؤكدة أن باني البيت يكون الأحرص عليه. إن منظمة التحرير الفلسطينية ليست بحاجة إلى إعادة بناء، لأنها لم تنتهي ولم يستطع أحد أن يهدمها. هناك من حاول إضعاف المنظمة، لكن الرئيس أبو مازن بحكمته وانتمائه الوطني لفلسطين وللقدس استطاع أن ينقذ المنظمة. وفي المهرجان مشاركة سياسية لفصائل العمل الوطني وللأحزاب اللبنانية، أكدت حق الفلسطينيين واللاجئين في تقرير مصيرهم، ولفتت إلى أن القدس هي الرئة التي يتنفس منها الفلسطينيون وأحرار العالم. سقط القرن وإن حاولت أن تخرج القدس، فالقدس بكل قبة، بكل كنيسة، بكل حجر، بكل عمود، هي في الهيكل العظمي، هي في الجيل الفلسطيني. احنا منقول احنا شعب يكتب التاريخ بالدم ويكتب لفلسطين بالدم ويكتب للقدس بالدم. فلسطين يا عشقنا الأبدي، يا بوح سرنا وأسرار وثرانا وعنوان مسيرتنا. أبناء شعبنا في لبنان رأوا فيما يحصل خللاً في ميزان الحق ومعاكسة للتاريخ وخيانة لقيم الإنسانية. بعد 70 عاماً الطريق إلى فلسطين سالكة، مضاء بحدقات العيون الشاخصة إلى قدس الأقداس عاصمة فلسطين أولى القبلتين. المخيم الرشيدي جنوب لبنان، زين عبد الصمد، تلفزيون فلسطين. في غزة بادرت مجموعة من النسوة إلى إقامة خيمة رمضانية عرضنا من خلالها منتجات غذائية متنوعة بهدف دعم النساء في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها القطاع. تقرير إسلام الزعنون. لم تركن تلك النساء للظروف الاقتصادية القاهرة، بادرنا بما جادت بهن أيديهن ليكن أعمدة إقامة هذه الخيمة الرمضانية. بزوايا مختلفة يعرضن منتوجاتهن المستوحاة من أجواء الشهر الفضيل. فكرة الخيمة الرمضانية اجتنا انه تدعم الهدف الاساسي، تدعم الانامل الفلسطينية، المرأة الفلسطينية، الشباب الصاعد، قديه في عنا حصار خانق، قديه الظروف ميتة وقاتلة في قطاع غزة، الا انه الحمد لله بفضل الله من ولا اشي بنعمل كل اشي. المشاركين للخيمة الرمضانية اكثر من 50 زاوية. رص المشاركون الأكلات الشعبية والمشروبات الرمضانية والفوانيس والأقمشة، كل يستقطب الزبائن بأسلوب مختلف، لكن الوضع الراهن هو الفيصل الذي يؤثر على البائع والشاري في هذه الخيمة كما الأسواق الأخرى. احنا بنحاول طول الوقت انه احنا اكثر يعني اقل التكاليف نوصلها للناس، لانه احنا الوضع تبعنا صعب علينا وعلى الناس، يعني ما احنا نفس الشيء، احنا من الناس. طبعا المنتجات تاعتنا بتحتوي على جميع انواع المربيات، الحلويات، المخللات، المفتول، الكعك، المعمول، العجوة، كل ما يخص التراث والاكلات الشعبيه القديمه. بما انه الوضع الاقتصادي سيء في الفتره هاي، الحمد لله احنا يعني نتوقع انه يتحسن الوضع بشكل عام، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الفضيل. ونحن على أعتاب الشهر الكريم، تفرض الطقوس المادية الرمضانية نفسها كما تلك الخيمة في واقع اقتصادي متردٍ ينسلخ عنها.
حتى بات المتفرجون في الأسواق أكثر من المشترين في ظل انتصاف نسبة البطالة واكتمال العام 11 لحصار غزة. بغض النظر عن أنه مفخرة المنتجات الموجودة، إلا أنه الوضع الاقتصادي المنهار اللي عمله بيزيد وينهار بزيادة بيخلي الناس مش متقبلش تيجي، حتى لو هتقبل لمجرد أنه فضول تشوف الموجود وعلى أمل تتحسن الأوضاع. الحالة المادية ستجعل من الإنسان يفقد القدرة، مش الرغبة، الرغبة موجودة ولكن القدرة يعجز الإنسان أنه يمد غيره أو حاجة، وهذا يؤلم. يعني الكلام صعب ينقال بس هذا واقع. هلت نسائم الشهر الفضيل وتناثرت طقوسه المعهودة في أركان عدة، لكن ارتطامه بالواقع الاقتصادي السيء ربما يلبسه حلة مختلفة عن السنوات الماضية. إسلام الزعنون، تلفزيون فلسطين، غزة. حملة تحريض واسعة عبر الإعلام الإسرائيلي على اختلاف قنواته وجهت ضد السيد الرئيس، بالإضافة إلى ما ينشر من تحريض على مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات سياسية إسرائيلية. المزيد في تقرير ميساء الأحمد. حملة تحريض واسعة يقودها الإعلام الإسرائيلي ضد السيد الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى ما يكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات سياسية وأخرى عامة إسرائيلية. على صحيفة معاريف يتهم خبر السيد الرئيس بافتقاده لصفة القيادة، ويدعي الكاتب أن الفلسطينيين يفتقدون لوجود قيادة جدية وحاسمة. وفي صحيفة هامودية يتهم خبر آخر السيد الرئيس بمعاداته للسامية وبعدم كفاءته كشريك للسلام في هجوم واضح ضده، منكرا حقيقة أن إسرائيل هي من تعمل على تدمير أي فرصة للتفاوض والسلام. وفي السياق ذاته تحرض صحيفة يتيد نئمان في خبر ضد السيد الرئيس وتتهمه بمعاداة السامية وأنه مشوه للتاريخ ويعتمد بأبحاثه وخطاباته على مراجع تاريخية خاطئة ومغالطة. على مواقع التواصل الاجتماعي كتب رئيس حزب كلنا الإسرائيلي موشي كحلون على صفحته على فيسبوك عن رزمة أدوات ستعمل عليها إسرائيل من أجل شرعنة الاستيطان، على الرغم من أن القانون الدولي أكد عدم شرعيته وعدم قانونيته. وتحدث كحلون عن تشكيل طاقم إسرائيلي جديد بقيادة البيت اليهودي سيعمل على ذلك. هذا ويستمر التحريض ضد دفع السلطة الوطنية مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء. وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان غرد حول تمرير قانون في الكنيسة بالقراءة الأولى، متعلق باقتطاع قيمة هذه المخصصات من الموازنة العامة من خلال تقليص عائدات الضرائب التي تدفعها إسرائيل للسلطة الوطنية. فيما غرد عضو الكنيسة عن المعسكر الصهيوني إتسيك شومولي بأن هذه المخصصات تصرف للتشجيع على القتل وممارسة العنف. وعلى القناة 20 في تقرير عرض حرض ضد الأسرى وعوائلهم من خلال شيطنتهم، وادعى فيه الصحفي أن السلطة الوطنية تمول الإرهاب وتشجعه على حد وصفهم. ميساء الأحمد، تلفزيون فلسطين. شددت سلطات الاحتلال من إجراءاتها في القدس المحتلة خاصة البلدة القديمة ومحيطها مع بدء شهر رمضان الفضيل، وتشمل إجراءات الاحتلال نشر المزيد من عناصر قوات وحداته الخاصة وما تسمى بحرس الحدود، فضلا عن نشر المزيد من الدوريات الراجلة والمحمولة والخيالة في محيط القدس القديمة وأخرى راجلة داخل ومحيط الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من رمضان. تشهد الخليل طقوسا خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، وتعم أجواء الاحتفاء بالشهر الفضيل رغم كافة معيقات ومنغصات الاحتلال. عرين العملة والتفاصيل. الفضيل وقته وتزينت على استحياء أروقة وشوارع البلدة القديمة بالحركة التجارية النشطة منذ ساعات الصباح الأولى. طقوس من البهجة اعتادت البلدة العتيقة عملها، لم تنخدش هذا العام والتفاؤل يحاول ألا يفارقها. من السنة للسنة رمضان، لأنه يعني شهر البركة، شهر الرحيم، شهر الأغنياء بدير بالهم على الفقراء، العتال بيشتغل، التاجر بيشتغل، الغني مبسوط والفقير برضه الله بنعم عليه وببعثه رزقته.
رغم أن البلدة القديمة في رمضان تشهد زخم الزوار القادمين للشراء منها لدعم صمود أهلها وشراء سلع بأسعار زهيدة مقارنة بالسوق، إلا أنها تفقد بريق الاهتمام بها ما أن ينتهي الشهر الفضيل. رمضان تأتي بصير رجال بصير ناس تروح ويجوا بيع وشراء ممتاز جدا، لكن بعد رمضان ما بتلاقيش حدا في الشارع، فيش حدا. أزقة البلدة القديمة التي ستكون مسلك المصلين في الحرم الإبراهيمي الشريف ورواده تحاول تناسي من يجثم على صدرها من مستوطنين واعتداءات جنودهم. تحاول أجواء الشهر الفضيل في هذا العام أن تضبط ميزان البهجة هنا في البلدة القديمة في الخليل، محاولة الترفع على الجراح والسواد والحداد. من البلدة القديمة في الخليل، عارين العملة، تلفزيون فلسطين. للشأن العربي والدولي، حيث أعلن الجيش المصري مقتل 19 إرهابيا بعد تدمير عدد من مخابئهم شمال وسط سيناء، وذلك ضمن العمليات الجارية في شبه الجزيرة. وأوضح بيان للجيش أن القوات عثرت بحوزة الإرهابيين على عدد من البنادق الآلية والذخائر، ودمرت عربة كانت تحمل كميات كبيرة من الأسلحة كانت في طريقها لاختراق الحدود الغربية، فيما أكدت أن القوات الجوية تمكنت من قتل 19 إرهابيا. طالبت واشنطن بسحب بيونغ يانغ جزءا من رؤوسها النووية والمواد المشعة والصواريخ الباليستية العابرة للقارات إلى خارج البلاد في مدة 6 أشهر. وبحسب ما نشرته إحدى الصحف اليابانية، فإن واشنطن عبرت عن استعدادها لحذف كوريا الشمالية من قائمة الدول المؤيدة للإرهاب مقابل سحب أسلحتها النووية من أراضيها، الأمر الذي سيسمح بتقديم مساعدات إنسانية لبيونغ يانغ خاصة من جانب الصين وكوريا الجنوبية. أعلن رئيس المفوضية الأوروبية أن المفوضية ستطلق اليوم العملية التي تتيح لها أن تتصدى للعقوبات الأمريكية ضد شركات أوروبية تريد الاستثمار في إيران. من جانبه، جدد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك هجماته على ترامب في ختام قمة أوروبية عقدت في العاصمة البلغارية صوفيا، وقال إن الإدارة الأمريكية الحالية متقلبة بقدر النظام الإيراني. من جانبه، حذر مصدر دبلوماسي أوروبي من أن انسحاب ترامب من الاتفاق سيعزز على الأرجح نفوذ الصين في المنطقة. انتصرت الممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى لأبناء شعبنا خلال مشاركتها في افتتاح مهرجان كان الدولي، وسلطت الضوء على المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا. التفاصيل مع رايا شتاوي. في كان جنوب فرنسا بدا المشهد مختلفا عما قبل، بينما كان صناع السينما من كل أنحاء العالم يجتمعون على سجادة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 71، ظهرت الممثلة اللبنانية الفرنسية منال عيسى تحمل يافطة كتب عليها أوقف العدوان على غزة، لتستغل العرض الأول لفيلم سولو أي ستار وورز ستوري، وتسلط الأضواء على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا خلال مظاهرات سلمية خرجت لتندد بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأحياء لذكرى النكبة. هذا الموقف الذي سجلته منال عيسى من قلب مهرجان كان تلقوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكل إشادة وترحيب، وأنها نجحت في إيصال الرسالة، ودعوا إلى خطوات مماثلة لفضح جرائم الاحتلال وسياسته ضد الشعب الفلسطيني. كما لاقت الصورة مشاركة الممثلة الأمريكية روز ماكوين فكتبت عليها الحقيقة. رايا شتاوي، تلفزيون فلسطين. إلى العناوين. ممثلا عن السيد الرئيس الحمد الله يشارك اليوم في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اسطنبول. وزراء الخارجية العرب يكلفون الأمانة العامة بإعداد خطط لمواجهة القرار الأمريكي بشأن القدس وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال. في الجمعة الأولى في رمضان الاحتلال يفرض إجراءات مشددة في القدس المحتلة.
قبل اللقاء.